من الفقرات اللي احنا يعني دايما حريصين عليها في الحلقات السابقه، بقى دايما معانا مدرب او رئيس قطاع ناشئين من الدول الاوروبيه، فرصه ان احنا نتعلم ونشوف اخر ما توصلت اليه كره القدم في اوروبا علشان المدربين واللاعبين يتعلموا منها. دلوقتي معانا من زوم واحد من المدربين الكبار جدا، مدرب شباب برشلونه السابق مستر ديفيد بادية، لا يكون منورنا على قناه النادي الاهلي. برحب بيك مستر ديفيد على قناة الأهلي. شكرا جزيلا، من الشرف لي أن أتواجد معكم. مستر ديفيد، حضرتك ليك خبرات كبيرة جدا في قطاعات الناشئين، من أهم المراحل ليك السابقة مدرب شباب برشلونة السابق. ولما بنتكلم عن برشلونة، واحد من أعظم الأندية في العالم وأيضا من أفضل قطاعات الناشئين موجودة في العالم، كيفية العمل داخل قطاع الناشئين في برشلونة؟ حسنا، حينما أنهيت عملي كلاعب كرة قدم، أنا بدأت في التدريب، بدأت في أكاديمية برشلونة في عام 2012. بدأت كمدير فني في البداية في الأكاديمية، وعملت هناك لمدة 3 سنوات، وبعد ذلك أشرفت على أكاديمية برشلونة في إسطنبول كعمل كلي هناك. عايزين نعرف إزاي قطاع برشلونة وهو من أفضل قطاعات الناشئين موجودة في كيفية اكتشاف المواهب علشان نشوفها بعد كده في الفريق الأول في نادي برشلونة. ودايما برشلونة لما بنتكلم عليها بنتكلم عن المواهب العظيمة في كرة القدم. نعم، بالفعل في برشلونة لدينا نظام خاص في إخراج اللاعبين، خصوصا في هذه اللحظة. برشلونة يعملون بشكل رائع مع يقومون بتغطية كل الجوانب الخاصة باللاعبين الصغار منذ البداية، منذ طليعة سنهم وحتى مرحلة الاحتراف. برشلونة يجهز اللاعب بشكل كامل. أنا بدأت العمل في هذا النظام وذهلت منذ اللحظة الأولى. أبرز المواهب اللي اكتشفها مستر ديفيد في مسيرته التدريبية؟ حسنا، كان هذا منذ مدة، ولكن أميز اللاعبين الذين موجودين الآن في الفريق الأول في برشلونة جافي، وأعتقد أيضا كان أنا عملت مع أعمار سنية مختلفة، وأبرزهم جافي وأنسو فاتي. أبرز السياسة اللي كانت يتبعها نادي برشلونة هو انتقاء اللاعبين الأفارقة في سن صغير. السياسة دي لسه ما زالت موجودة، ودي كانت دي من ضمن أهم العوامل الموجودة في نادي برشلونة، إنه إزاي ينتقي لعيبة أفارقة صغيرة من أفريقيا ويربيها عن يعني في قطاع الناشئين، يتعلموا التغذية، التدريبات، كل الأمور دي علشان النهاردة يقدموا الفريق الأول. هل السياسة دي ما زالت متبعة في فريق برشلونة؟ حسنا، كما تعرف الآن يوجد قواعد الآن خاصة بالفيفا، هي قواعد أقوى عما كانت من قبل. ليس الأمر مسموحا الآن أن تستقدم لاعب أقل من 18 عاما كما كان الحال من قبل. الآن لدينا احتياطات ولدينا تحذيرات من الفيفا والاتحاد الأوروبي، والآن الأمر ممنوع أن تحضر لاعب أقل من 18 عاما. ولكن بالطبع كما ذكرت، هذا أمر مهم لبرشلونة. برشلونة يبحث الآن في هذه اللحظة التي أتكلم فيها في أفريقيا ويعمل على استخدام لاعبين أفارقة. الآن لدينا لاعبين أفارقة عالميين يلعبون في أكبر أندية أوروبا، فبرشلونة حريص على ذلك. كلمنا أكتر مستر ديفيد عن شكل المسابقات في قطاعات الناشئين. المسابقات بتبتدي من أعمار سنية كام؟ هل النهاردة في البراعم في الأعمار السنية الصغيرة المهم البطولة، ولا المهم أنك الولد الصغير يعني يحب اللعبة ويتعلم منها أكتر؟ شكل المسابقات كلمنا عنه أكتر. المسابقات في
في مراحل الناشئين. Yes. Yeah, the conditions in the competition of the young ages. المسابقات في مراحل الناشئين. They take very very serious. ليست جادة على الشكل الأكبر كالفرق الأولى أو الدوريات الممتازة، ولكن الأمر الأهم هو تحضير اللاعبين ليكونوا جاهزين للعب للمسابقات الأكبر والفرق الكبيرة، ولكن الأمر الآن هو خاص أكثر بتحضير اللاعب وتجهيز اللاعب من الناحية البدنية والناحية النفسية ليكون لاعبا متطورا، ليكون سعيدا في تواجده في النادي، ليكون جاهزا للتواجد في أجواء مختلفة في المنافسات فيما بعد. المدربين الذين يعملون في هذه القطاعات وخصوصا في أكاديمية برشلونة يركزون أكثر على العمل الجاد من الناحية الذهنية ومن الناحية البدنية ومن الناحية الفنية، وليس فقط كرة القدم. يتكلمون مع العائلات، يتكلمون مع اللاعبين، يعملون على جوانب كثيرة، يعملون يوميا على تثقيف اللاعبين الصغار وتحفيظ اللاعبين مغزى اللعب في نادي كبير كبرشلونة. أخيرا مستر ديفيد، أنت واحد يعني من عشاق نادي برشلونة، ممكن نشوف فريق برشلونة بقى الأول لكرة القدم السنة دي يرجع للمنافسة مرة تانية كما سبق عهده؟ I'm completely sure about that. نعم، أنا متأكد ما بالمائة بهذا الخصوص. أعتقد أن إذا نظرت إلى التاريخ، برشلونة كان في هذه المرحلة الصعبة مرة من قبل، حينما كان تشافي وإنيستا وبوسكيتس لاعبين صغار، كان برشلونة في مرحلة صعبة ومر بمشاكل اقتصادية وصعوبات اقتصادية كما الحال الآن، وأعتقد أن برشلونة سيتجاوز هذه المرحلة كما حدث من قبل، وهذه الحالة لن تستمر طويلا. هذا الأمر، برشلونة سيعود كسابق عهد، خصوصا منذ عدة سنوات قليلة برشلونة كان على قائمة أفضل نادي في العالم، فأعتقد أن برشلونة واعتمادا على اللمسية واعتمادا على لاعبي برشلونة سيكون أفضل نادي في العالم كما كان. الآن الأكاديمية تخرج لبرشلونة لاعبين رائعين كما هو حال في الفريق الأول، كما هو الحال بالنسبة لجافي لاعب صغير السن. الأمر كان صعبا من قبل، ولكن الآن نعتمد على اللاعبين الصغار وهذا هو المهم. نشكرك شكرا جزيلا مستر ديفيد، وأتمنى لك كل التوفيق وبرشلونة، بالرغم أن أنا بشجع ريال مدريد. بشكره شكرا جزيلا مستر ديفيد بديع، مدرب شباب برشلونة السابق، كانت مداخلة مهمة.